والله الدعوة جات لي من حد قريب قوي مني، من المعدة بتاعتي، المعدة بتاعته شريفة، وكنت رايح على أساس أنا هصور برنامج للـ MBC تبع المونديال. ولما روحت هناك مش ما كنتش متوقع ان هو مقلب خالص. انا لغايه ما رامز طلع من البتاع اللي هو طلع منها انا ما كنتش فاهم ايه ده. اعتقد ان في بعض الناس كانت عارفه، في بعض الناس ما كانتش عارفه. ما انا داخل عليها بنسبه 100%. وبعدين ده كان واضح في الحلقه، يعني ما يعني فيش واحد هيجي في نفسه ان هو يطلع بنزين ويفتح بنزين ويدلو على نفسه ويدلو على المصور والقصص دي وهو عارف ان ده فيك. بس في ناس كانت عارفه كويس قوي، وفي ناس اعتقد ما كانتش عارفه. انا من ضمن الناس اللي مش عارفين، بس كانت حاجه لطيفه يعني. لان انا واحد بيقرا كتير، فانا عارف ان انت القرش بيبعد بيجي على الصوت، عشان كده كنت ضربت قلعت الحزام وضربت المصور عشان يسكت. وريحه البنزين بتخليه ينفر، بتخليه يبعد، ضربت البنزين عشان يبعد. بس فما دلت البنزينة كنت مطمن، كنت متأكد مش هيجي جنبي.